اليوم لدينا رغبة في إعداد بيتزا سالينتو التقليدية باستخدام المكونات التالية: ثلاثمائة غرام من دقيق السميد، ثم نضيف صلصة الطماطم. أستخدم هذه. التي تحتوي على بعض الخضروات، لكنها تعمل بشكل جيد مع الصلصة العادية. 70 غرام من صلصة الطماطم، ثم نوصلها إلى مجموع 580 غرام على الميزان. ثم نحتاج إلى تحقيق نسبة ترطيب 80% في السميد. تذكر أن الصلصة تحتوي تقريبا على ماء بالكامل. ثم بعد إضافة الخميرة، كل شيء تحتاجه هو خميرة جافة في تتنين جم، 3/4 جم من الخميرة الطازجة إذا كانت لديك العكس. وبعد العجن الأولي، هذا هو الناتج، لكن في الإصدار الذي سأقوم به أنا سأضيف في النهاية طماطم الكرز لأنني أريد القشرة تتم حولها. وسأضيف الفلفل المطحون لأن البيتزا من بوليا يكون لها فلفل حار، بطاطا مطبوخة في الزيت مفرومة ناعمة جدا. فلنرى ما سيقع. في العجينة الأولى اللي أعددتها، الرطوبة مثالية للسميد لأنه ليس لزجا جدا. الآن ما نحتاج إلى العمل عليها حتى نشكل شبكة الغلوتين، لذا لنتقاطع الأكمام والعمل عليها لبعض الوقت. ومع ذلك، قبل أن أبدأ أردت أن أفتح الشيبس الأكثر حرارة في العالم لطحنها بشكل ناعم ووضعها في الداخل، لذا سأريك مباشرة ما يوجد بالداخل. دعنا نحرك الكاميرا. لدينا ملصقات، هذه الأشياء عادة ما تعجب الأصغر سنا، خاصة الملصقات تعتبر شهادة أنك أكلتها، لكنني لن أكلها مباشرة، سأستخدمها كمكون. هذه هي الشيبس والتي محمية بشكل جيد في العبوة. لدينا أيضا وسادة والتعليمات أساسا يقول: إذا كنت قادرا على التعامل مع هذه الشيبس وأكلها، ثم يعطي بعض النصائح. يقول أن تناول هذه الشيبس سيكون تجربة لا تنسى ويمكنك أن تفخر بها. ألخ ألخ، إذا لماذا اخترت شراء هذه الشيبس؟ لأنني دائما أكون راغب بشيبس البطاطس المقلية أو البابريكا. على أي حال، ترون أن لدينا قفاز ملحق، وأنا سأفتح الشيبس باستخدام لوحة تقطيع. سأقوم بفعل ذلك هنا فوق مباشرة. قطعت الشيبس إلى 1000 قطعة، ثم سأطبخها مع بقية العجين. الشيبس حارة جدا، نأمل ألا نندم على ذلك. دعنا نرى كيف دعنا نقطعها. الآن سأذهب وأحضر قفاز ثاني مم، حار جدا. هيا نبدأ هكذا فتاة صغيرة. أنا التحدي لا يعني لي الكثير، ولكن كمحب للحراك أرغب في تجربتها وسأضيفها كمكون.
هل تعلمون أن السالنتو بالأساس هو نوع من السندويشات ولكن متميز لأنه يحتوي على بصل مسبك سبق وأن قمت بتحضيره وطماطم والزيتون الأسود إذا كان موجودا وليس لديه الآن؟ دعونا نرى إن كنت سأخرج لشرائها أو سأقوم بتحضيرها على الأقل. لأننا تقريبا في وقت الغداء، لذا يجب أن أقاطع لتناول الطعام. ها أنا هنا جاهز. لا أعرف ما الأثر الذي ستحدثه هذه الفتاة عليه. يجب أن أجرب الفتاة بالتأكيد لأنني لن أدمر العجينة دون أن أرى ما هو. فتاة صغيرة، لن جرب. هذه هي. يمكنك سماع النكهة. لها طعم مر قليلا. إنها حراقة للغاية. كان من المستحيل تناولها كلها حتى بالنسبة لي الذي أشتري لنفسي يوميا كل نهاية أسبوع بيتزا الشيطان. متشبعة جدا. هذا حقا على الحافة، لذلك أقول لكم إن الكمية الصغيرة دي معايا كافية لهذه العجينة. تعالوا نبدأ العمل عليها ونحبكها. كمية قليلة. كافية جدا. صدقوني هذا قوي جدا. يكفي هكذا. وبعد ما تخلوها ترتاح تصير أسهل في الاستخدام. وكأنها فهمت المهمة. العجينة دي كانت لزجة شوية، لكن بعد 10 دقايق بقى ضغطوها وبقت عجينة شغالة تمام. تعالوا نستغل وندور قفازات. نفردها كويس ونعمل الطيات ديها أكتر من مرة لأننا عايزين نقوي شبكة الجلوتين. وخلينا كمان نضيف طماطم الكرز والبصل لأنهم هيضيفوا حجم وكتلة كمان وموية، فده هيخليها ترجع تعبانة شوية فالاستخدام تاني، لكن ده كويس. تعالى خلينا نيجي بطماطم الكرز والبصل. ها دول البصل عندنا، صفيهم من المية الزايدة لأننا مش محتاجينها، بعدين نضغط عليهم. يمكن أنا عملت أكتر بس مش مشكلة لأن هعمل حاجات تانية في الغداء ده. يبقى نشيل كمية البصل دي لأننا لازم ندخل البصل في العجينة حتى لو كان أبيض. أنا جايبه الأحمر لكن عارفة إن الأبيض كمان بينزل مش كتير لأنه في الآخر هيختلطوا في العجينة، لكن لازم ندخلهم. هذه أول لفة ولدن نرجع نشوفها تاني. المربت كذا بصيلة أخرى لنرشها. هذه البصلات تبلتها بالملح فقط، ملح بكثرة لأني لم أضعها في العجين، وزيت زيتون زيتون بكر ممتاز. لذلك يمكنكم أن تفعلوا بأنفسكم أيضا. وهذا باختصار قد أضيف الخميرة إلى الدقيق، لذلك الخميرة تحتاج.
إلى الرطوبة، لكن بالتأكيد ليست الكثير من الملح. الفلفل الحار وضعناه، وضعنا البصل، والآن سآخذ بضع طماطم كرزية. الطماطم الكرزية التي كنت أدخرها لصنع فوكاتشيا، لكنني أظن أنني سأبقي منها. سأضع منها 2 فقط بهذا الشكل، نفردها جيدا لإعطاء هذا المنتج مظهرا ريفيا. ترون أنه بدأ يزداد حجمه، كما أننا نشعر أيضا أنه أصبح لينا أكثر. يجب أن نعمل بعناية، لأن العجين يميل إلى أن ينكسر الآن بسبب المكونات التي أضفناها. لنضع بريسولينا فلفل حار أخرى، لأنه يجب أن أتناولها في النهاية، لذلك أعلم أنني سأحبها. يجب أن أقول أنها حارة جدا. ها، مبروك لمن اخترعه، كانت اختراع رائع. ولكن يا أولاد، لا تأكلوه كل مرة واحدة، لأنه صعب. أنا يمكنني أن أؤكد ذلك، إذ أني محب للشوكولاتة. دعونا ننتظر قليلا، دعونا نرى كيف يتهاوى العجين بمفرده. هيا، دعونا نذهب لنغلقه للحظة بهذه الطريقة، ونضعه جانبا، ونأخذ ذلك الثعلب الذي لا يزال بحاجة للعمل قليلا. أنا أفضل، إذا كان علي فعلها بيدي، أن أكسرها من البداية بدلا من القيام بذلك لاحقا، لأن العجين يصبح صعبا. هذا قد تكسر قليلا لأنه لا يحتوي على الجلوتين بعد. دعونا نضيف الفلفل الحار الآن، ثم نعمل عليه. نحن يا أولاد، دعونا نستلهم الكل. ما كان لدي للبطاطا الصغيرة، ونعمل على ذلك. الأمثلية هي أن تقوم بعمل هذه الثنايا 10 مرات أو 15 مرة، ثم يتخللها مراحل الراحة. أنا أوصي دائما في نفس الاتجاه. لذا الآن هذه في الأسفل ستكون الاتجاه الصحيح، لأننا دائما طينا في هذا الجانب. إما أن تقلبها كما ترى، ثم تفعل هكذا. هذا خيار ضروري بناء على مستوى الرطوبة في العجينة، لأن درجة الرطوبة تحدد سهولة التعامل مع العجينة بنفسها. كلما كانت أكثر رطوبة، كلما كانت تقتضي تقنية العجن بمراقبة أكثر لاستخدام اليدين على الأقل. ثم تفعل هكذا، تفعل هكذا، هكذا، بدلا من قلبها. ولكن في النهاية الهدف هو إنشاء طبقات متعددة. بحثت عن قابلية اليدين ديندا لتتداخل مع الطبقات، وبالتالي إنشاء قابلية اليدين ديندا. وفي الوقت نفسه نستغل جميع المكونات. نحن هنا مرة أخرى. شكرا. نحن بحاجة لكارما هنا. لا مشكلة، إذا كان لديك كالفا ستحصل على منتج جيد، وستتمتع أيضا مع أصدقائك، لأنها حقا واحدة من الوجبات الشهية دانتيل سالينتو. مضمون. كما يقومون بصنعه بدون الفلفل، قاموا بهذا التغيير أيضا. لكن أنا أعرفه من وأنا صغير مع الفليفلة الحارة، وأقول لكم ما في مقارنة إطلاقا. ها هو حس في رطوبة أكتر شوي، يعني صار قريب. جربت أقربه للكاميرا عشان تشوفوه كويس. سويت زوم حلو، إحنا على 2x، فها هو. خلينا نسيبه شوي،
أنا حاطط كل شيء فعلا، باقي بس طماطم الكرز. والبصل ها نحن شوية بصل ما تكفي أبدا. وأنا صغير ما كنت أحب البصل زي ما كنت ما أحب الثوم، وبعدين بقيت من عشاق الثوم خصوصا. خواصه يعني، والخواص اللي ما تنعاد اللي في الثوم ده ما يتوقفوا يمدحوا في فوائده، وبعدين الطعم كمان هو اللي شدني. بس أنا اضطريت أستنى لما كان عمري 27 28 سنة عشان أقدر أستمتع بيه، لأن حنكي كان بيقول لأ. ها نحن ذا، بان عليه إنه بدأ يتماسك شوية. نسيبه يرتاح. خلينا نشوف كمان ده، إزاي رايح واللي بان عليه إنه أكثر تماسكاً. يا حبيب طيب شوف، خلينا نشتغل بذا الشكل، خلينا نسوي 5 و6 و7 اللي تقدر تسويها، اللي تحب تسويها، وبعدين نسيبها تتخمر ونشوفكم تاني عند آخر المشوار ده. تمام، قفص صغير على تحضير خبز تاني باستخدام دقيق، الخبز الأسود ده المعروف جدا في إيطاليا، موجود في السوبر ماركت. تقدر تعمل خبز رائع بالثوم والسوباريسا الفينيسية. أنا وزنت 224 جرام من السوباريسا و5 فصوص من الثوم أو 6، والتحضير مشابه لخبز الجودار اللي عملته. اللي شفناه قبل كده، فممكن أعدي المرحلة دي بتاعت العجين خالص عشان أعرض عليكم نتيجة نهائية تانية غير دهنتيل سلمتو.